خد كده النوم ده. بقول لك ايه، انت منين يا عم؟ يدك انت منين بس؟ انت منين يا عم؟ يدك يا عم. اسمها فريك يا ابني، فريك. بص يا جماعه، بص الطفل ده شكله عامل ازاي، تحسوا ان طفل بجد، بس ده مش طفل. انا اخش اعمل مقلب في المحل اللي جوه، يا رب يطردني عشان تكون كملت بقى. يلا بينا. تعال 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 تعال. اديك هنا. مساء الخير. مساء الفل. مساء الخير يا ورد. مساء الخير. ده كده حاجه ايه يا عم؟ في ايه؟ عايزين حاجات حلويات من دي. حلويات لبنتي جعانه. بكام؟ في حاجه. بكام دول؟ فري. فري ايه؟ فري. ايه فري دي؟ فري يعني ايه فري؟ اروح اي مكان يقول لي فري؟ من ساعة ما دخلت الفندق ده يقول لي فري؟ طب استهدى بالله. يا استهدى بالله، مستهدى بالله ولا استهدى عليك؟ طب هو انا اروح اي مكان يقول لي فري؟ ما يعني فري يعني ببلاش حاجة. ببلاش؟ انت بتبج عليا؟ مش هجبر. امال ايه؟ مش قصدي والله. امال انت عايز ايه؟ انت عايز ايه دلوقتي؟ انا دلوقتي بنتي جعانة. عليا ليه؟ انت حابب ايه؟ حلو. بنتي جعانة، روح لاي مكان يقول لي اللي انت قلتها ديت في الفريك. طب ايه فريك دي؟ لا فري مش فريك يا حاج. ايه فريك دي؟ فريك. اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ اسمي مارك يا حاج. مارك. قاعدين انا وياك من دي. هات الدم من ده. الدم من ده الاول. بس كده تعالى بقى. تعالى نأكلها شوية. تعال. انا بص، انا لما انا دخلت الفندق من بره. كل واحد يخش لي يقول لي فري. معلش يا حاج. قلت اللي انا بصور. معلش. عشان انت عملت اي حاجة غلط هروح ابلغ عليك. لا حاج عندنا ده. ماشي. معلش يا حاج. معلش. شوف انت لو عايز تدفع ادفع يا حاج، انا مش. قلت انت هتبج عليا تاني. مش هجيب لك. ادفع ولا ما ادفعش؟ انت لو عايز تدفع ادفع. يعني الحاجات عندكم حاجات فري؟ فري يا حاج. ايه فري دي؟ فري يعني ببلاش يا حاج. دي ببلاش؟ طب دوق. ماله؟ دوق. لا مش هدوق. ليه؟ يبقى في حاجة. والله في حاجة. ده في حاجة. في ايه يا حاج؟ ده في حاجة. والله ما في حاجة اهو. طلع في حاجة. ايه يا عم؟ ما هو دوقت اهو. والله ما في حاجة. حاسس بإيه؟ ولا أي حاجة. حاسس بإيه؟ طعمه حلو. طعمه حلو؟ ادفع. امال ايه بلبسك ايه ده؟ طب انت عندك ايس كريم هنا؟ ايه؟ ايس كريم. عندي ايس كريم. شوف الزبونة عايزة ايه؟ الزبونة؟ بلا خلي بالك الزبونة. هات موز. خد يا حاج الموز. هات موز. هات تفاح. وهات لي جوافة. جوافة يا ابني. جواب بس. تعالى لي بقى. تعالى 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 خش له جوه. ما ينفعش تخش جوه. هو اللي ما ينفعش تخش جوه. والله وانت ما ينفعش تطلع بره. حاضر. لا انا اخش جوه ولا انت تطلع بره. لا 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 انا مش هطلع بره. انت ينفع تطلع بره؟ انا اطلع بره ديك اللي انت عايزه. انت تطلع بره بس انت ما ينفعش تخش جوه. معلش عندنا. طب بعد اذنك هتهان. ماشي. هتوسع كده يا كابتن، ابعد بعيد عشان لو طردني هعمل. الله يسهل لك. الله يخليك. يا حاج عايز ايه يا ابني؟ نزل الشبشب على الترابيزه. ايه نزل الشبشب دي؟ نزل الشبشب زي ما انت لما حد يرفع شبشب عليك تنزله؟ ايوه يا حاج. بتنزله؟ يا فندم انت في مكان محترم ما ينفعش. ده مكان محترم؟ انا كنت نفسي اروح مكان مش محترم، بس لقيت هنا مكان محترم، يبقى اخد فلوسي وامشي. بقول لك ايه؟ يا حاج دول بكام؟ اللي انت عايز تدفعها. دول بكام؟ هو ببلاش يا حاج. يعني هو ببلاش؟ ببلاش يا حاج. دول ببلاش؟ يدك يا يد دي. يدك يا عم الله يرضى عليك. بقول لك ايه؟ انت منين؟ يا عم يدك. انت منين بس؟ انت منين؟ يا عم يدك يا عم. ايه بس؟ يا عم ببلاش يا عم. انا منين؟ يا عم فري يا عم. كل حد يخش يقول لي فري. اسمها فريك يا ابني، فريك. فريك ده بناكله في بعض. فريك. فريك ده بنحشي بيها يا حاج. في ايه؟ طعمها مش. طعمها مش حلو. يا عم بس يا جدع. يا عم بس يا عم. يا جدع قول يا جدع. يا عم بس. بقول لك ايه يا عم؟ هزعلك اقسم. اطلع كده يا بابا. لا خلاص يا بابا. انت بتطردني؟ ايوه يا عم. انت بتطردني يا عم؟ لسه قايل بس. انت بتطردني؟ انت بتصور؟ اه انت بتطردني. رايح فين يا خد كده النوم ده.